تشير بعض المصادر الشفوية إلى أن تاريخ بداية صناعة الموس يعود إلى بدايات القرن التاسع عشر من طرف فرقة الحدادة من عرش السوامع ولاية المسيلة. عيسى الحدادي من عين الخضراء العماري بن الذوادي الحداد من عائلة بن الحداد نتاع عين الخضراء. والموس هذا راه ما يعني ما دخل هنا لشمال افريقيا، كان ما يسمى بالموس الهلالي، وكي دخل لهنايا ولاو عاد يسميوه الموس الحدادي. والموس هذا الناس يستعملوه في الاعياد في المناسبات، وخاصة بالعيد الكبير، ورانا نسوقوا فيه عبر التراب الوطني، ويجيونا حتى من خارج الوطن سياح ويديو علينا هذا الموروث هذا الجميل، والموروث اللي يعني اللي رانا نخدمه فيه ونحوسه ان شاء الله نورثوه لولادنا ولولاد اولادنا، ويدخل في التاريخ، يدخل في الماضي نتاع الامم. رغم اختلاف التسميات وتعدد استعمال الموس، الا ان اصل الخنجر يرجعه البعض الى اليمن وانتقل من خلال التغريبه الهلاليه. هذا الخنجر المعروف بالموس الحدادي الصنع، اذا والذي اتخذ دائما نجد فيه هذا الشكل، يعني شكل الهلال، هذا شكل الهلال، هذا هو الخنجر اليمني، هذا هو الأصل تاع الموس هذا المعروف حاليا محليا بالتسمية اللي نعرفها حنايا بالموس الحدادي. الموس الحدادي هناك العديد من العوائل الذي انتقل مع التغريبة الهلالية، والدليل نشوفه لهنا في هذه الجزئية التاريخية تحديدا، نشوفه هنا دائما الهلال، شكل الهلال حاضرنا في نهاية الموس أو الخدمي. إذن هنا هذا الشكل موجود لهنا. إذن بالنسبة للصناعة نتاعو على المستوى المحلي، هناك العديد من العوائل التي برعت في صناعته، الضفي عبد الرحمن، الشيخ عبد الرحمن بن بوسعادة، وكاين بنو دركا ولا واحد من الأقارب نتاعو مبروك الضفي، كاين عائلة قارة، عائلة مبروكي، العديد من العوائل هي أصيلة منطقة السوامع من ولاد الدراج. وبالتالي معروف نحن نعرف دائما بأن بوسعادة كانت منطقة جذب واستقطاب سياحي، إذن وبالتالي هي التي أعطت تلكم الشهرة الوطنية والشهرة العالمية لهذا الموس، فصار يعرف بالموس البوسعادي كتسمية. طبعا هذا اللي سيته العالمي، مش احنا اللي درناه له، هو اللي فرض نفسه كأنا نسميه قلادة بالنسبة للحرف الأخرى الفنية. والموس البوسعادي هو موروث ثقافي جزائري، شيوخ الصنعة لماتر أرتيزون الأولين اللي كانوا يخدموا فيه هما من رفقة ولاد حديدان. رفقة ولاد حديدان تتكون من قارة، النقمة قارة، دفي، لطرش، وسباع، هادو ما الحدادة، وما يخدموش قال موز بوسعادي، يخدموا الموز بوسعادي والحولي الفضية وحتى الذهب، هادو هذه هي الحرفة تاعهم اللي موجودين في بوسعادة ولا في مناطق واحدة أخرى. عم عيسى العماري واحد ممن بقي محافظا على صناعة الموس على شكله الأصلي ببلدية عين الخضراء. يقضي عم عيسى العماري سويعات داخل هذه الورشة المتواضعة التي ينفخ فيها الكير ليطوع سبائك الحديد أو الشريمة عبر مراحل مختلفة لصناعة الموس. عمي المبروك دفي واحد من أبناء ولاية بوسعادة المنتدبة، ممن برع في صناعة الموس البوسعادي من خلال خبرة اكتسبها عن الأجداد. الأولى المقبض هذا يصنع من الخشب الصلب، والله البوادير، والله من قرن تاع الكبش، القرن تاع الكبش، هذا بالنسبه لهذا. بالنسبه للشفره تاع الموس بوسعادي تصنع من الحديد الصلب.
بعد كي نجي الصباح ان شاء الله نفتح الورشه نتاعي ونسمي باسم الله، نشعل النار. احنا الكلمه نتاع الصباح هذه نقولوا نشعل العافيه، احنا نشعلوا النار وحنا نجيبوا الشريمه بطبيعه الحال شريمه حديد، نسخنوها هي تسخن مليح، وحنا نوليو بين المارطو والزبره، يعني بين المارطو والسندان. كاين اللي يفهم كلمه الزبره، كاين اللي ما يفهمهاش. السندان والمعون هو المارطو، يعني يعاونك باش تخدم الحديد. ومن بعد تولي دير له تبرده بالشريمه ولا بلامال ولا باي حاجه، تعطيه اللون نتاعو الابيض، الشكل نتاعو اللماع. من بعد تديه عن طريقه النقش على الحديد زخرفه، دير له الزخرفه على الحديد، وتولي في المرحله نتاع القبضه. ياتي دور صناعه المقبض اين يتفنن في برد شكله ولفه بالنحاس ومسكه بالجزء المعدني الحاد. قبضة بعد ما نسمرها في الموس نبردوها بالمبرد نتاع الحطب، ونزخرفوها ونزينوها مليح، ومن بعد نولي مليح، ومن بعد نوليو نعاودو نربطوها بزوج سلوكة، كاين السيل الابيض وكاين الاحمر. الاحمر هذا كيجي في الابيض يعطيها نكهة ويعطيها صورة باهية للموس، وتعطي في نفس الوقت صح الموس باه، يعني الموس يكون صحيح، يعني الموس كيكون مش مربوط بالسيلان الاحمر والابيض راه مش موس، وانما تعطيه شكل مليح. تصنع من الحديد صلب. الميزه تاع الشفره هي لازم نديروا، باش نديروا له الشكل لازم نسخنوه بالنار. يقول لك باش تخدم الحديد يضربه هو سخون، نسخنوه باش نقدروا نشكلوه. يقول لك الحداد راه يولم في الموس، معناتها راه يمدلو في شكل. نديروا له الشكل ونديروا له الخط هذا، ونديروا له هذا الرموز، ونديروا له هذو النحاسيات زوج. وكاينه هذه اللي شرط اساسي في الموس البوس عادي، هي هذه الكعفوفه اللي جايه ما بين الشفره وما بين المقبض. اخر مرحله هي صناعه غمد لهذا الموس البوسعادي الذي أخذ صيتا وشهره بمدينه بوسعاده، واصبح يعرف بالموس البوسعادي. الغمد يتكون من زوج فلقات نتاع خشب، زوج قطعتين من الخشب، نلفوهم بالجلد الفلاني اي جلد تاع المعز، ونربطوهم منا، نخيطوهم باليد ونمتنوهم بالسلك باش ما يتحلوش، ومن بعد نولوا نكووهم بالنار كما شفتوا قبيل. شوف مليح هذا الرمز، روح شوف الخلخال العريض هذاك تاع ولادنا تلقاه، روح شوف الحك تاع الشمه اللي مخدوم بالالومنيوم وبالفضه تلقى هذا الرمز. فبت بصمة وجزءا من الموروث الثقافي لأهل المنطقة، بل تعده ليكون بطاقة تعريف تعدى الحدود الجغرافية. خلال الثورة الجزائرية 54-62 هذا الموس كان بمثابة سلاح أبيض رفيق المجاهدين أو عناصر جيش وجبهة التحرير الوطني، وله العديد يعني، وقد ارتبط بالعديد من الأحداث التاريخية المهمة جدا. على سبيل التذكير، على سبيل التمثيل للحصر، أحصيت حسب الأرشيف الفرنسي، ما طلعنا الأرشيف الفرنسي، أكثر من 4 حالات ليهود يعني فرنسيين كانوا يقيمون هنا بمدينة مسيلة تم استهدافهم باستعمال هذا الخنجر يعني طعنا. يبقى هذا الموس البوسعادي يواجه التشويش من خلال تقليد صناعته محلياً أو دولياً في ظل نقص تكوين الشباب الحرفي والاهتمام أكثر بهذا الموروث الثقافي الذي طالما كان حاضراً في مختلف المعارض والمناسبات والتقاليد.